السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم اليوم الأستاذة آية محمد والأستاذة أمل فاروق من معهد الصفا الأزهري قسم العربي منطقة شمال القاهرة. درسونا اليوم بعنوان الأمل والوفاء من الوحدة الثالثة بعنوان قصص وعبر. ومن أهداف الدرس اختيار الهوية التي تناسبنا، الإصرار وعدم اليأس، مساعدة الآخرين. استندت أمل إلى عكازيها ومضت إلى آخر صف مكتئبة حزينة، وفقرات الحفل تتتابع من لعبة سباق الكراسي الموسيقية إلى فرقعة البالونات بالأرجل إلى سباق الجري، وفي نهاية كل فقرة تصفق وتتقاطر من عينيها الدموع. وكانت على مقربة منها إحدى المعلمات التي وقفت منها في حنو بالغ تمسح دموعها وتربط على كتفيها، فقد أدركت المعلمة ما يجول بذهنها. وبعد انتهاء الحفل صحبت المعلمة أمل إلى غرفة الأنشطة بالمدرسة وقالت لها: تعالي معنا نتعلم لعبة جديدة. فابتسمت في خجل وقالت: إنني لا أستطيع اللعب، وأشارت إلى رجليها العاجزتين. ابتسمت المعلمة وقالت: أنت تلميذة ذكية ويمكن أن تجيدي كثيرا من الألعاب. سأتحدث مع والدتك مساء اليوم وأقنعها بالموافقة على اشتراكك في النادي. شكرت أمل المعلمة ومضت تفكر في النادي واللعبة التي ستشترك فيها. في اليوم التالي توجهت إلى النادي مع والديها واستقبلتهم المعلمة بالترحاب، ثم أخذت بيد أمل بعد أن ارتدت ملابس السباحة وبدأت معها أول درس من دروس السباحة. وتتوالى الدروس، وفي كل يوم تبث فيها المعلمة الأمل والإصرار على التفوق، وتتقدم أمل بخطى وثابة يدفعها الأمل والرغبة في التفوق. وذات مساء تلقت أمل اتصالا هاتفيا يحمل نبأ محزنا: لقد أصيبت معلمتها في حادث سيارة، نقلت على إثره إلى المستشفى. لقد كان وقع هذا الخبر عليها مؤلما، لأن للمعلمة مكانة كبيرة في قلبها. وسرعان ما جففت أمل دموعها واصطحبت والديها إلى المستشفى لعيادة معلمتها. وفي اليوم التالي كان موعد التدريب، فلم تؤجله ومضت وفي ذهنها كلمات المعلمة: لا تنسي يا أمل ما اتفقنا عليه وما وعدتيني به. وأتممت التدريب بهمة ونشاط، وبعد عام وقفت أمل على منصة التتويج تستند إلى عكازيها لتتسلم الميدالية الذهبية وسط حشد من الجماهير، ونزلت من فوق المنصة لترتمي في أحضان معلمتها في مشهد رائع يعبر عن الوفاء. ننتقل الآن إلى لغويات الدرس. معنى استندت: اعتمدت على عكاز، عصا يتوقع عليها جمعها عكاكيز، مكتئبة حزينة ومضادها فرحة، تتتابع تتوالى ومضادها تتوقف، تتقاطر تسقط قطرة قطرة، حنو عطف ومضادها قسوة، بالغ شديد ومضادها ضعيف، تربط تضرب ضربا خفيفا، أدركت عرفة، يجول يدور، تجيدي تتقني ومضادها تهملي، أقنعها أجعلها ترضى، تبث تدفع الأمل، الرجاء جمعها الآمال، خطى وثابة خطوات متتالية وسريعة ومفردها خطوة، الرغبة الحرص على الشيء والطمع فيه جمعها رغبات، إثره بعده، مؤلما موجعا، جففت نشفت، عيادة زيارة، همة عزيمة وجمعها همم، أتمت أنهت، منصة مكان مرتفع جمعها منصات، التتويج المقصود التكريم، حشد جماعة جمعها حشود. ننتقل الآن إلى بنك الأسئلة. سف حال أمل عندما شاهدت فقرات الحفل. كانت حزينة تتقاطر الدموع من عينيها دمع دمع. ما الجائزة التي حصلت عليها أمل ولماذا؟ الجائزة هي الميدالية الذهبية لأنها أخلصت في التدريب وكانت تعمل بهمة ونشاط. وبكده يكون انتهى درس النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.